هذا اللي قال ركنيه ملعوبه الان من توتشاك داخل المنطقه. الله 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 الله، اول الاهداف في هذا اللقاء. العكبري براسه، شوف اللعبه، شوف الارتقاء، شوف العكبري. بكاري كوني الى سليمان المغني، المغني الى غانم بشير، مقطوعه، خليل الحمادي، خليل بيتقدم، خليل يحطه في المرمى. الله 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 الله، هدف وحداوي ثاني يسجل الحمادي خليل. خليل يضيف الهدف الثاني لمصلحة فريق الوحدة. تنفذ الآن أمامية سريعة إلى مايقا، مايقا، مايقا يسدد في المرمى. اتحاد كلبة يقلص الفارق بتسديدة من مايقا في الدقيقة 37 في مرمى فريق الوحدة. مايقا يعطي الأمل للفريق الوحداوي بالعودة وبالانتفاضة. بيتقدم، كرة ملعوبة خطيرة، أوه! هدف ثالث للوحدة، هدف ثالث للوحدة يسجل تشوتشاك يخادع في حارس المرمى. ملعوبة إلى سياو، خطيرة أمام المرمى، سياو يحيي آمال الاتحاديين بالعودة بهدف ثاني في الدقيقة 67 بهجمة عنترية قادها سياو. إبراهيم طويلة إلى سياو، رأسية من محمد سيف إلى مايقا، سياو، مايقا مرة أخرى، تمريرة إلى شاهين، إلى مايقا يحاول يمر، مايقا يسدد. الله 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 الله، عملوها الاتحاديين، عادلوها وسجلوا هدف ثالث. شاهين تروح مقطوعة إلى العكبري، إلى إسماعيل مطر، أمامية خطيرة داخل منطقة الجزاء، يحاول يحصل الحمادي، تبعد خطيرة إلى إسماعيل. الحل دائما يكمن في الخبرة، في القدرة، في المهارة. إسماعيل مطر اللي يتقدم للوحدة من جديد.